سي صفوان قبل كل شيء مبروك فيكتوار. الله يبارك فيك ومبروك على جمهور نادي الفريق الكل والحمد لله يا ربي وفقنا اليوم. خسرت ليطوال ما تعدتش بسهل، صارت بوليميك كبيرة ونكون يعني صراحة ما نفسنا على فاروق. والله شوف باش نكون واضح معك سي معز وباش نكون صريح، البوليميك سايرة من أول نهار ما نعرفش علاش الناس معناها تلوج في لي بتي ديتاي، والناس كل ولات كانوا قولة، والناس كل ولاو يعرفوا وقتاش الجارديان يخرجوا، يعرفوا التايمينغ ويعرفوا الكالكول دو تراجيكتوار، ولاو يتكلموا في الخدمه ولا يتكلموا. احنا ما نتقلقوش، احنا هنا نقبلوا النقد وقت اللي يكون بناء، واني لا باش ينقدونا الناس وباش نصلحوا. كيبدا فما علاش وصحته كيبدا فما علاش. فاروق غلط في سوسه، حتى حد ما ينجم يشكك، الولد حاسس بالمسؤوليه وحاسس اللي هو غلط، وحكينا وصلحنا وخدمنا وكذا. حتى حد سي معز ما يقعد يشوف الفوليوم تاع لونترينمون في الفوليوم تاع الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها. فاروق يعرف روحه اللي جاي الجمعيه كبيره اللي هو تحت الضغط. انا بيرسونيلمون نقبل انه يتكلموا الناس فيا انا شخصيا، ما يسالش، انا هنا باش نبروتيجي لي جارديان تاعي. كان ما يقولوا بها عليها ديبيتان كلام معناها من القبيله هذايا، معناها جيش معناها مانيش مطالب باش نمد السي في نتاعي للناس تقراه وباش الناس تعرف انا شنو نخدم. يكفي انه المحيطين بيا في الكلوب يعرفوا شنو قاعدين نخدموا، يكفي لي جارديان تاعي وكذا. ابقى انه مش تتعدى وتمس البريمي جارديان اللي هو جارديان انترناسيونال بور لا سامبل اونيك ريزون، على خاطرك تحب تدخل بلبله في الكلوب افريكان، وعلى خاطرك انت ما تحبش الكلوب تنجح حتى من ناس يدعيوا اللي هما كلوب استي. فهذا عيب كبير انا اللي نقوله هنا للناس. راهو الناس قاعده تضرب على جارديان تاعها، راهو نشوفوا في ديفوت يضحكوا ميم حتى في الاو او تري او نيفو. انا وقت نشوف نفس الغلطه اللي غلطها فاروق بن مصطفى معناها ايدونتيك، غلطها كاسياس فينال شامبيونز ليغ ما بين ريال مدريد واتليتيكو مدريد، نفس الغلطه ايدونتيك، نفس الغلطه فهمني، كالكول غلط، التايمينغ غلطه، حتى هيلو بالراس مشيت الكره في الفيلي، عدلت الريال وربحت وفات الحكايه وكاسياس لعب في كوب دي موند وما نتكلم حتى حد. واحنا هنا الولد سكاكن الكل نزلت عليه فهمتني، وزادوا بعد نزلوا على الممر نتاعو. يا اخي فما حاجات لازم فما عباد تفهم، سامحني طولت عليك مي بالحق فهمني، فما عباد تفهم راهو جارديان سينيور قاعد يخدم على روحه ومريقل، البلاتفورم نتاعو مريقل، خدمته مريقله قاعدين. انا مانيش انا نبرر في موقفي ولا نحكي للناس، ديجا كتبت في الستاتيو في الفيسبوك وفما ناس قالوا لي لا ما كاركش ولا لا لا ما يسالش الراجع باش برشا عباد تفهم، وموا جمهور الكلوب ما يتاثرش. انا اللي نحب نقوله لهنا يلزم جمهور الكلوب ما يتاثرش، ما يتاثرش بالحمله اللي خاطر راهي حامله فهمني، باش تضرب منها فلان وفلتان وفلتان وفلتان، انا صاحب منتصر الوحيشي وفلان صاحب منتصر تكلم تو هذا فهمني. يا ودي جاي نخدموا في جمعيتنا، راهو احنا خلينا نوادي كبار وخلينا نوادي فهمني، اما موش اكبر من جمعيتنا خاطر جاي نخدموا في جمعيات فهمتني. دونك خويا اللي نقوله ربي يهدي الناس اللي تكلمت في فاروق بن مصطفى فهمني، ما يقلقنيش تكلموا في انا ميساج، اما سورتو في الولايه خلينا نبروتيجيو جارديان تاعنا ما هواش ونبروتيجيو جمعيتنا بيان سور. فاروق بن مصطفى ما هواش فوق النقد ولا اي انسان في الدنيا ما هوش فوق النقد، اما يكون عنده وقت ويكون فما علاش كما قلت انت، راهو الاغلاط في الكوره اي جاردان معرض باش يغلط، واحنا هنا نخدموا باش نصلحوا. السيزون مازالت طويله ومبروك علينا الانتصار تاع اليوم، خليني نبرد شويه خاطر حسيت روحي سخنت. مبروك علينا الفيكتوار تاع اليوم وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله ربي يوفقنا. اوكي سيدي، عايشك سي معز، بارك الله فيك.